لنأخذ المسألة التالية، ما ناتج 4x تربيع ناقص 16 تقسيم 2 ناقص x؟ لنرى إذا كان بوسعنا تبسيط العبارة قليلا. إذا أردنا إخراج 4 كعامل مشترك، هذا نفس الشيء ل 4 ضرب x تربيع ناقص 4، وكل هذا تقسيم 2 ناقص x، ثم x تربيع ناقص 4 هو نفس نمط a تربيع ناقص b تربيع، صحيح؟ إذن البسط يساوي 4 ضرب x زائد 2 ضرب x ناقص 2، أي a زائد b ضرب a ناقص b، صحيح؟ والمقام هنا، دعونا نفكر، هنا 2 ناقص x ولدينا x ناقص 2 هنا، لكن ماذا لو استخرجنا ناقص 1 من هنا؟ ماذا سيحدث إذا استخرجنا العامل ناقص 1؟ بالتالي x السالبة تصبح موجبة، وموجب 2 يصبح سالب 2. فعلت هذا لأريكم أن السالب إذا قسمت عليه أو ضربته بناقص 1 سيصبح إعادة للترتيب، 2 ناقص x تصبح x ناقص 2. الآن البسط فيه أيضا x ناقص 2، إذا هذه تلغي هذه. فإذا افترضنا أن x لا تساوي 2، لأن في هذه الحالة تكون العبارة غير معرفة، لا نستطيع القسمة على صفر. لكن إذا افترضنا هذا، فيمكننا إلغاء هذه مع هذه، ولدينا 4 تقسيم ناقص 1 يساوي ناقص 4 ضرب x زائد 2، وهذا هو الخيار D. لنأخذ السؤال التالي، وأنا أحب النسخ واللصق للسؤال الحالي، هذا يجعل الأمور شيقة. والمطلوب الآن، لا أريد أن أخفض من سرعة الحاسوب كثيرا، لا أطيق ذلك، لكن لنرى. هذه هي المسألة، أولا أكتب الخيارات. حسنا، دعونا نرى ما يمكننا فعله. والمطلوب الآن إيجاد ناتج x تربيع زائد 4x، دعوني أكتبها، x تربيع زائد 4x تقسيم x زائد 3 ضرب x تربيع ناقص 9 تقسيم x تربيع زائد x ناقص 12. ربما ستقول لا إلهي، هذه المسألة جبرية صعبة وستأخذ وقتا، ولكن قم باستخراج العوامل، والخدعة هنا هو استخراج العوامل المناسبة لنبسط كلا العبارتين وإلغاء أعداد قدر المستطاع لنستخرج هنا x، فتصبح x ضرب x زائد 4. هذه عبارة عن a تربيع ناقص b تربيع، فتصبح x زائد 3 ضرب x ناقص 3. ولا يمكن فعل كثير مع هذه، نفكر في هذه، ما هما العددان اللذين يمكن إضافتهما إلى 1 أو 1 x، ونضربهم بعضهما نحصل على ناقص 12. لنرى إذا كان لدينا x زائد 4 ضرب x ناقص 3، نجحت هذه، 4 ناقص 3 يساوي 1، 4 ضرب ناقص 3 يساوي ناقص 12، إذن نجحت هذه. الآن نحن جاهزون للإلغاء، ويمكنك فعل هذا. سأبدأ بالإلغاء، لكن أريد أن أوضح الصورة. هذا يساوي x ضرب x زائد 4 ضرب x زائد 3 ضرب x ناقص 3، كل هذا مقسوما على x زائد 3 ضرب x زائد 4 ضرب x ناقص 3. الآن يمكننا أن نحذف هذه مع هذه، وهذه مع هذه، وهذه مع هذه، وكل ما يتبقى لدينا هو x. إذن كل هذه المعادلة سيكون ناتجها x، وهذا هو الخيار B. الآن المسألة التالية ستكون صورة واضحة وأعكس الألوان، نستطيع البدء. حسنا، دعوني أرى إذا كان علي أن أنسخ أو ألصق هذه. أين كنت؟ لماذا؟ واحدة أخرى من حيث بدأنا، أخذ أبسط صورة، إذن أنسخها وأعود إلى، دعوني أنسخ. حسنا، أتمنى أنك تستطيع قراءة هذا. إذن ما هي أبسط صورة لهذه العبارة؟ سأعود كتابتها، 5x للقوة 3y زائد 20x تربيع y تربيع زائد 20xy للقوة 3 تقسيم 5xy.
نوزع 5xy على كل عبارة من هذه العبارات، دعونا نتخلص من 5 إذا قسمنا البسط والمقام. حسنا، دعونا نقسم كل من البسط والمقام على 5xy، فما ناتج 5x للقوة 3y تقسيم 5xy. سأكتب لون الأرجواني، 5 تقسيم 5 يساوي 1، ليس علينا كتابة ذلك. x للقوة 3 تقسيم x يساوي x تربيع، وy تقسيم y يساوي 1. إذن هذا سهل جدا، تساوي x تربيع. الآن 20 تقسيم 5 يساوي 4، وx تربيع تقسيم x يساوي x، وy تربيع تقسيم y يساوي y. لقد أنجزنا العبارة الثانية، لننتقل إلى الثالثة. زائد 20 تقسيم 5 يساوي 4، و x تقسيم x يساوي 1، ليس علينا كتابة هذه، و y للقوة 3 تقسيم y يساوي y للقوة 2. العبارات الموجودة هنا هي مبسطة، لكن هذا لا يشبه شيء من الخيارات، إذن باعتقادي أننا يجب أن نكتبه بصورة مختلفة. دعونا نرى إذا كان بإمكاننا استخراج العامل x. ما العددان اللذان إذا جمعتهما يكون الناتج 4xy، وإذا ضربتهما يكون الناتج نصف هذا. طريقة أخرى للتفكير في المسألة، وعندما أقوم بتربيعه سيساوي 2y، إذن x زائد 2y الكل تربيع. وهذا إذا لم يكن منطقيا نضرب ونرى ما حاصل الضرب، وعندما ننظر إلى الخيارات ربما استقول أن هذا الخيار وذلك الخيار لا يبدو أن كهذا، ثم تقول حسنا ربما واحد من هذان الخياران، أليس كذلك؟ لكن هنا لدينا 4y تربيع وهذا لا يملك y. في هذه الحالة يمكن استخدام الاستنتاج لتقول أن الخيار يجب أن يكون x زائد 2y الكل تربيع. المسألة التالية التي سنأخذها وسأقوم بنسخها ولصقها، لدينا صورة كبيرة وأفضل أن أنسخها وثم ألصقها. دعوني أرى إذا كان يمكن فعل ذلك، أعتقد أن ذلك سيجعلها أسهل من أن أرسمها. حسناً، إذا كانت i تساوي الجذر التربيعي ناقص 1، هذا هو تعريف i إذا كنت لا تعرفه، وقد ذكرت في دروس عدة عن سحر i وe وباي. أي نقطة توضح لنا على المستوى 5 ناقص 2i؟ إذن هذا محور x وهو المحور الحقيقي، نأخذ الجزء الحقيقي وهو 5، فنذهب 1 2 3 4 5، هذا هو الجزء الحقيقي. ثم المحور الوهمي y، نأخذ الجزء الوهمي ناقص 2i أي ناقص 2. إذا ننزل للأسفل بمقدار وحدتين باتجاه الi، فنصل إلى نقطة d أي الخيار d. هذه المسألة لديها العديد من التمثيلات لكن كانت سهلة. المسألة التالية لنرى. حسناً، الآن لدينا مجموعة كاملة من أسئلة الأعداد الوهمية، وهذه ليست على قصة أو نسخة. إذا كانت i تساوي الجذر التربيعي للعدد ناقص 1، وهذا التعريف تعلمناه سابقاً، فما قيمة i للقوة 4؟ دعونا نعود للخلف. نفترض أنكم لم تشاهدوا i من قبل. إذا كانت i تساوي الجذر التربيعي لناقص 1، وأعرف أن إشارة السالب لم تكتب بشكل جيد، دعونا نقوم بتربيع طرفي المعادلة. i تربيع يساوي ناقص 1. الآن دعونا نقوم بتربيع طرفي هذه المعادلة. i تربيع الكل تربيع يساوي ناقص 1 تربيع. حسناً، i تربيع الكل تربيع يساوي i للقوة 4، ليس كذلك؟ وناقص 1 تربيع يساوي 1، إذن كان الخيار الصحيح هو c. حسناً، الآن لدينا تمثيل وهمي آخر، فدعوني أنسخ وألصق التمثيل. سأنتقل هنا، سنبدأ. ألا أريد أن أمحو ما قمت به سابقاً. السؤال الآن، أي من الأعداد المركبة التالية يظهر لنا على الرسم؟ علينا إذن أن نحدد الأجزاء الحقيقية والوهمية. إذن ما هي الأجزاء الحقيقية؟ هذا يساوي الجزء الحقيقي 3، إذن هو 3، والجزء الوهمي ناقص 4، هنا ناقص 4، إذن 3 وجزءها الوهمي ناقص 4 i في الاتجاه الوهمي، قمنا بحلها، إذن 3 ناقص 4 i وهو الخيار c. انتهى الوقت، أراكم في العرض القادم.